السلام عليكم ورحمة الله. تجربة سريعة لإكسار نبات الدراجون فروت. هو دلوقتي نبات أصبح غني عن التعريف. ده شكل العقلة مقطوعة من النبات الأم بلا يومين تقريبا. التربة خليط من الرمل والفرم كومبوست. الفرم كومبوست هو مخلفات الدود، بيتغذى على المخلفات العضوية ويخرج الفرم كومبوست. قصيص صغير نحط جزء من التربة في قاع القصيص. دخل العلا ده الشكل النهائي بعد عرس العلا. مش هنروي، هنكتفي بالترطيب اللي تم أثناء التقليب، وبعد أسبوع إن شاء الله كده نروي رية خفيفة عشان ما يحصلش عفان في العقلة. انتبه بعد إن شاء الله الأسبوع الجاي التطورات للعقلة. السلام عليكم ورحمة الله.